تسجل عن طريق ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد لاستضافة الدور النصف النهائي في مباراة الإياب من دوري أبطال أوروبا، مباراة بقيمة النهائي بين فريق ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين لأجل الحزم المرور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بباريس. الكل اليوم يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. سوف تلعب في تمام الساعة 7 مساء بكل من توقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 5 مساء بتوقيت غرينيتش، وسوف تنقل وتذاع هذه المباراة على قناة بي ان بريمير اتش دي 1 وأيضا بين الفوركي الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق عصام الشوالي. تجدون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وشاركونا توقعاتكم للمباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق ريال مدريد الإسباني أو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي؟